نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمركز ومدينة القصاصين. وشهد المؤتمر مشاركة ما يقرب من 20,000 مواطن، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء الحملة الرئاسية وكافة أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة وعدد من التنفيذيين والسياسيين ورجال الدين الذين أعربوا عن دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء التي حققها على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية. طبعاً ده المؤتمر الثاني في إسماعيلية، وانت شايف الحشد الكبير، وشايف النهاردة كل الأحزاب موجودة وكل الأعمار السنية، والمرأة ممثلة والأطفال وكل الناس موجودة فرحانة، وإن شاء الله ده هنشوفه يوم 10 و11 و12 في الصندوق إن شاء الله رب العالمين، ونحقق نتائج كويسة جداً. احنا شايفين النهاردة طبعاً تجمع كبير فوق 20,000 مواطن إن شاء الله يبقوا موجودين النهاردة، دعم للدولة المصرية ودعم لسيادة الرئيس بإذن الله. يعني إن شاء الله الانتخابات الدورة دي بإذن الله تبقى أفضل من أي انتخابات عدت قبل كده. الناس كلها تنزل تشارك، الناس كلها حابة رئيسها، حابة بلدها. شفنا النهاردة مصر كانت فين وبقت فين. مصر اتقدمت 200 سنة، واللي اتعمل في مصر النهاردة اللي المفروض يتعمل في 3-4 سنين ما اتعملش في 100 سنة فاتوا.